مشاهدينا متابعينا الكرام، على الرحب والسعة تتواصل أشواط التراث، تتواصل أشواط الموروث العربية الأصيل، ارتباطي أبناء قطر، أبناء هذا الوطن القالي، الذين ينطلقون في الشوط الثالث من أعمار 36 إلى 45 ويعتلون على ظهور الأصايل، يكدون الماضي والحاضر مع الأصالة. ومع هذا الانطلاق نسير مباشرة إلى المركز الأول، ونرى هنا مبارك بن بدح بن مبارك الهاجري، مبارك بن بداح بن مبارك الهاجري الذي يقود مسار هذا الشوط، ويمني النفس بالناموس والسيارة النيسان الستيشن. يا سلام يا سلام. أما المركز الثاني يأتي أحد شباب قطر، وهو حمد بن عبد الله بن حمد بالعرج المري على المركز الثاني. المركز الثالث، أوه بو 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 بو. يا مرحبا يا الزميل يمثل المجموعة الباس، الله يا الزميل حمد بن محمد الزعبي، أحد زملائنا المعلقين، واحد من يأكد لكم أن ليس تواجده في التعليق بل تواجده على ظهور الأصايل، بل ارتباط من الصغر مع الأصالة مع الأصايل. يلا يا الزعبي، والله كل قلوبنا معك. أشوف هني بن بريك وبن حضيرم متحمسين، وكل الشباب اللي في الباس. يلا بكمل الندى، بكمل الندى. سالم بن محسن بن حمد أبو صلعة كذلك يتواجد في رابع المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هناك يا سلام، هذا هو اللي هو حمد بن عبد الله بن حمد بالعرج، عودة 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 مرة ثانية. أوه هناك بنشوف اللي هو رقم 16 عموما على كل حال نعود إلى المركز الأول. الله الله يا المركز الأول اللي يسيطر. مبارك مبارك مشاهدينا متابعينا الكرام، مبارك بن بداح الهاجري يسيطر، مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري هو الأقرب للنيسان. يا سلام اللي تشاهدون مشاهدينا الأعزاء في التراث، وهذا الزميل الزعبي، واصل الزعبي. يا الله يا الزعبي، يا الله يا الزعبي، قلوبنا معاك. عموما نتمنى التوفيق يا جماعة للجميع، كل مشارك نصيب، ولكن مبارك بن بداع بن تواه الهاجري هو المسيطر، هو المسيطر. شوفوا شبابي قطر، شوفوا أبناء قطر، شوفوا ارتباطهم بالأصالة رغم ما وصلوا له، رغم ما وصلوا له من حضارة، من تعلم، من كل شيء. لكن شوفوا تمسك الماضي، شوفوا تمسك الماضي. هذا قال لي بن بريك كذي نبي الإذاعة، نباها إذاعة بس تتكلم فماشة جميلة رائعة عن الماضي وعن الحاضر، مهما وصلوا له في المستوى الدراسي في مستوى الحضارة، ولكن تواجده. هذا مبارك بن بداح بن مبارك بن تواه الهاجري يسيطر يسيطر من البداية، ينفرد ينفرد ينفرد. راعي المعطى، الله يا راعي المعطى، شوفوا السفر، شوفوا فرحة، شوفوا الفرحة. أشكرك أشكرك أشكرك. شوفوا هذا الشاب، مبروك يا مبارك، مبروك مبروك يا مبارك، مبروك على هذا مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري راعي العطاء. يا سلام راعي المعطى، راعي المعطى. وين منطقته؟ بنسلم بنسلم بنسلم. الله يا سلام يا راعي يا راعي يا راعي يا راعي المعطى. يا سلام زميلنا في المركز الثاني، حرك حرك النيسان قريب قريب منك يا الزعبي يا الزعبي يا الزعبي، بيض الله وجهك. المركز الثاني كذلك فوز يا سلام يا سلام.
هذا هو خلاص نيسان الستيشن بهذا الركوب الممتاز اللي يدل دلالة واضحة أنه راعي أصايل راعي هجن. تربى هذا الشاب، تربى على الأصالة، تربى مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري الذي ينطلق. وين سلام؟ وين المنطقة؟ يا سلام، يستاهل 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 الريان، يستاهلون أهالي الريان خرصة والله. أهالي الريان من السلامات، مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري فاز بالنيسان وبهذا الركوب الممتاز اللي يدل على ارتباطه بالهجن وبالأصالة منذ صغره. وهذا زميلنا شو طالعوا له، حيوا الزعبي، حيوه حيوا زميلنا، حيوه الله. هذا زميلنا المعلق تشوفونه ما شاء الله، ايضا يدل يعتني ظهور الاصايل بجداره ما شاء الله. حمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي حظى بالمركز الثاني، يستاهل يستاهل يستاهل. يعني باكر ما بيعلق عندكم، خلاص اعذروه 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 صراحه اعذروه، من 3 كيلو ما شاء الله ما شاء الله عليه. يا سلام اشكره والله. اعطوني رقم الثالث، هذا سالم بن محسن بن حمد ابو صلعه وصل في المركز الثالث كذلك، والمركز الرابع يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بنشوف الرابع، بنشوف بناخذ الرابع رقمه وعقبه بنروح للاشهر رقم 16، بنشوف اذا تعرفتوا عليه. عموما نهني مالكه على الفوز بالمركز الرابع. يا سلام شوفوا التاكيد ما شاء الله، سعيد بن محسن ابو صلعه اللي وصل في المركز الرابع. هكذا كانت الأثارة، هكذا كان الحماس، هكذا كان تأكيد الأصالة لأبناء هذا الوطن، أبناء قطر، واعتلاهم على ظهور الأصايل من 3 كيلومترات اللي فاز بالمركز الأول واللي انطلق بالمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام اللي انتزع الناموس الفوز، مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهام هاجري. والسلام يا هالي المعيذر، سلام 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 سلام. بنعود الى التوقيت الزمني او بنشوف 3 كيلومتر اللي فيها مبارك البداح بن مبارك التواه الهاجري الذي من احد الشباب شباب المعيذر الذي انتزع النيسان وهو يعتلي ظهور الاصايل ويكد ارتباطه وايضا خلفة الاصايل عليه. يعني مثل ما نقول بالعامية مخلفة الاصايل على من يعتليها ويرتبط عندها. وياتي كذلك هكذا التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على شاشة التلفزيون. هذا هو مبارك الابداح بن مبارك التواه الهاجري الذي انتزع هذا الناموس وحده. السلامات الليلة لأهالي المعيذر الجنوبي والشمالي، يستاهل فرحة جميلة. التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون 5 دقائق و10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. بينما بنشوف الزميل كم توقيته. تهانينا للفائز مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري على هذا الفوز. وصل حمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي زميلنا المعلق على المركز الثاني كذلك، من قدم ركوب ممتاز وحظى بالمركز الثاني، يستاهل الناموس. ونشوف توقيته الزمني، المسافة 5 دقائق و28 ثانية بالوفاء والتمام. بينما مشكور يا الزعبي، مشكور يا الزميل، بيض الله وجهك على هذا الركوب وهذه الانطلاقة. المركز الثالث سالم بن محسن بن حمد وصلعة قطع المري، قطع المسافة 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق عبر قناة الريان. يستحق المخرج كلمة شكر وكل الأخوة العاملين الذي بذلوا هذه التغطية
الإعلامية الذي تستحق الأشادة من الجميع صراحة في هذا المهرجان الجميل والقالي حتى يصلنا توقيته الزمني اللي هو سالم بن محسن بن حمد بوصلعة المري 5 دقائق و50 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. مشكور بو محسن وتستاهل الناموس. تهانينا لكل الفائزين. الجوائز حتى المركز 15 هذه اللجنة خط النهاية لها متابعة. أعود بالمرة.